أموال المهرجانات والحاجات اللي انت بتشوفها دي حلال ولا حرام يا مولانا؟ شوف انا اقول لك حاجه. ايوه احنا في الازهر الشريف بيعلمونا اخلاقيات الافتاء. ايوه الاخلاقيات ايه؟ الدعوه الى الله لها اخلاقيات. سوره النحل ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمه. ايوه شوف قدم الحكمه على الموعظه. ايوه كثير من الناس يجيدون زخارف القول نعم والتشنج ومش عارف ايه. لا قال لك لما تيجي تدعي إلى الله وتيجي تفتي في دين الله تحلل أول بالحكمة. انظر إلى تحسين الظن بالناس، انظر إلى مشاعر الناس، انظر إلى لما تجد إنسان حتى أخطأ لا تكن عونا مع الشيطان عليه ولكن أنقذ أخاك وانتشله من الحفرة. لا إله إلا الله. فهنا الخلاقيات دي احنا بنقول إيه؟ حضرتك بتسألني مثلا الواحد يقول لي حكم أموال المهرجانات. أيوة حسنه حسن وقبيحه قبيح. لا أستطيع أن أعطي إطلاقا أو تعميما. الأمر الآخر حتى أنا لو وجدت أن في مخالفة تنبه برفق وبدون تجريح أو تشهير نعم. إنما هناك ناس مرضى قلوب ومرضى عقول ومرضى نفوس ما يجد إنسان ويشير عليه الاتهامات كأنه واصي على الدين يحكم بالكفر ويحكم بالشرك ويحكم بجهنم. وإيه هو ده؟ حاسب. يعني الدعوة والإفتاء يحتاج إلى حكماء. صحيح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. ما قالش موعظة وخلاص إنك تقول له كافر ومشرك وفي النار يا ما مش لا 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 ده شغل رعاع. صحيح. شغل أوباش. صحيح صحيح. إنما تقول حتى لو أخطأ. يعني شوف ابننا طبعا بيدرس ده عندنا ابن في الفقه المقارن هو في نفس الكلية اللي أنا أستاذ فيها فقه مقارن. سيدنا ماعز عليه رضوان الله ارتكب فاحشة الزنا فهو شكى لقريبه من قبيلة أسلم قال له أخشى أن ينزل الله فيك قرآنا روح اعترف للرسول. نعم. فالأول أنا بروح لمين؟ لأبو بكر سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله. قال يا أبا بكر أنا فعلت الزنا. قال له هل رأك أحد؟ قال لا. قال استتر بستر الله. لم تطب نفسه برضو قريبه إيه بيحرضوا على الاعتراف. فذهب لسيدنا عمر رضي الله عنه قال هل رأك أحد؟ قال لا. قال استتر بستر الله برضو قريبه أوعز إليه. فذهب للنبي عليه الصلاه والسلام. النبي كان في المسجد النبوي يا ابني ده ترجع له في المغني لابن قدامه باب الزنا. نعم. كتاب المغني لابن قدامه في باب الزنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه رضي الله عنهم اجمعين فجعل يمين الرسول بيقول له ايه؟ انا زنيت. فاعرض عنه فجاء من على يساره قال انا زنيت. فاعرض عنه فجاء عن يمينه قال انا زنيت. فأعرض عنه جاء عن يساره المرة الرابعة قال أنا زنيت. شوف بقى الحوار والتوسخ هنا في النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا ماعز لعلك قبلت. قال له لا أنا زنيت. لعلك مسست. لعلك 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 لغاية ما قالوا كلمة صريحة. قال له أيوه. قال أرجموه. فلما ذاق مس الحجارة قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان الواجب أن يتوقف إقامة الحد لكن قدر الراجل واحد يعني ما انتبه للعبارة وخزفه بعظم كان جمل كده يعني مشغو فضلات يعني فجاءت في رأسه فوقع ميتا. نعم. فلما قالوا للرسول احنا أقمنا عليه الحد بس حكوله إن هو الرجل قال ردوني إلى رسول الله. فالرسول عاتبه قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هل صحيح. لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه الرحمة. ثم جاء إلى قريب اللي أوعزه بالاعتراف قال له هل سترت صاحبك بطرف ثوبك. الله أكبر. ولذلك بنعلم ولادنا زي دول في الدراسات العليا بنقول إيه الستر أولى من الرفع. بدل ما تروح تقدم كده بلاغ في الشرطة والنيابة وتعمل لك لا استر على المسلم من ستر مسلما ستره الله.
فلما اجي النهارده مع واحد او شركه او هيئه او في مخالفات، يبقى المخالفه باطيب عباره. انما بقى معلش عندنا مش جلد الذات، ده عندنا يعني اسمح لي يا سعاده المستشار. لا اتفضل. اخلاقياتنا في الافاء، في الافتاء والدعوه لاقتحام المدعين. نعم. اقتحام المدعون المبطلون. نعم. المتطفلون. نعم. الذين لم يدرسوا فقه الدعوه. لا ما فيش علم فيه. عايزين فضايح. نعم. وشماته في الناس مع ان هم قد يصنعون اكثر من اللي بيتهموه من 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 موبقات اخرى. فاحنا بنقول هنا حضرتك ايه؟ تحسين الظن بالناس، واذا كنا نريد ان ننبه على اخطاء يبقى ننبه عليها بالحكمه والموعظه الحسنه. نعم. والمجادله بالتي احسن.